السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة نتكلم على نوع من انواع اورام الثدي، مش منتشر قوي ولكن طبعا بنشوفه في العيادة في المستشفى، بنشوفه احنا كأطباء طبعا، وفي منكم برضو ممكن يكون عنده خبرة او شافه مرة او اتنين، ولكن الناس اللي بتعاني منه بصراحة مش كتير. هو حتى متصنف على انه نوع مش شائع من انواع سرطان الثدي. النهاردة نتكلم على سرطان الثدي الالتهابي او انفلاماتوري بريست كانسر. السرطان الثدي الالتهابي نوع زي ما قلنا هو مش شائع قوي من انواع سرطان الثدي، وهو نوع في الاساس بيتشخص عن طريق الباثولوجي، يعني مش بس عن طريق ان انا علامات كلينيكيه او علامات بالكشف اشوفها فاقول ان ده سرطان ثدي التهابي، ولكن التشخيص الاساسي لسرطان الثدي الالتهابي هو الباثولوجي اللي هي العينه. يعني عينة الباثولوجي هتيجي تقول لي والله في انفلاماتوري سيلز او في انواع معينة كده من خلايا الليمفوسايتس اللي بتبقى بتهاجم بقى الخلايا السرطانية في مكان الورم ده، فبيحصل زي تفاعل بقى بين خلايا الجسم المناعية والخلايا السرطان، فبيظهر بقى ممكن احمرار او التهاب في الجلد مع انسدادات في شوية اوعية دموية او في اوعية لمفاوية، فتعمل المنظر اللي احنا ساعات بنشوفه في سرطان الثدي الالتهابي اللي هو يبقى الجلد سميك ومحمر او لونه عامل زي البرتقانة، والجلد يبقى خشن شوية والجلد يبقى سميك وكأنه في ورم او كأنه وارم شوية كده سميك يعني. فهو ده الشكل الاكلينيكي لسرطان الثدي الالتهابي، ان يكون في احمرار وسماكه في الجلد مع ممكن يبقى في اكلان ايتشنج او وجع في المكان ده، وغالبا اصلا كتل الثدي عموما منها طبعا لو الكتل السرطانيه ما بتبقاش مؤلمه في العاده يعني، ولكن سرطان الثدي الالتهابي الموضوع بيختلف معاه شويه، ممكن زي ما بقول كده جزء من الثدي اتغير من تلت نص جلد الثدي شكله اتغير، يبقى حاجة احنا بنسميها كده حاجة اسمها بودورانج، يعني الجلد عامل زي قشرة البرتقانة محمر او لونه برتقاني منقط كده احمر بيحرق بيوجع عايز تهرشي فيه، المنظر العام كده بيبقى شكله كأنه فيه التهاب طبيعي. طب هل كل منظر في الثدي كده اللي هو الثدي يبقى مثلا مزند او احمر او بيوجع او فيه التهاب او هرش، هل ده يعني سرطان ثدي التهابي؟ لا طبعا، اسباب كتير جدا بتؤدي الى المنظر ده، وخاصة الستات اللي بترضع او كانت بترضع من فترة قريبة ممكن يحصل التهاب في الثدي، ممكن يحصل ابسس اللي هو خراج في الثدي، ممكن يحصل حاجة اسمها ماستايتس يعني التهاب في أغشية الثدي والقنوات اللبنية عموما. فطبعا ما تتخضش كل واحدة تسمع ان ممكن الثدي بتاعها يكون بيوجع او مؤلم او حصل فيه تغيرات في الجلد زي ما قلنا او حتى افرازات، الحاجات دي كلها مش معناها وجود ورم سرطاني طبعا، ولكن لازم نكشف في الحالات دي عشان نستبعد اي حاجة وحشة، واي حاجة بعد كده بيكون علاجها سهل ان شاء الله. نرجع تاني لسرطان الثدي الالتهابي، وهل هو له خصائص معينة؟ يعني احنا قلنا كده دلوقتي التشخيص بتاعه بيكون بالشكل الاوضح عن طريق الباثولوجي او العينة هي اللي بتقول لنا الخلايا المناعية او الليمفاوية او الالتهابية شكلها عامل ازاي، وهل هو فعلا سرطان ثدي التهابي ولا لا. في منه طبعا بقى بتختلف خصائصه، هل هو هيرتو بوزيتيف ولا لا، ولا نيجاتيف، ولا اي ار وبي ار نيجاتيف ولا لا. انا كتير من الحالات السرطان الثدي الالتهابي اللي شفتها كانت ثلاثي سلبي، شفت كتير، مع ان الابحاث بتقول انه الهيرتو بوزيتيف اكتر في حالات سرطان الثدي الالتهابي. يعني انا شفت اكتر من حاله سرطان ثدي التهابي ثلاثي سلبي، ولكن الابحاث بتقول ان نسبه الهيرتو اللي هي اصلا المفروض نسبه ما تعديش 25 30% من حالات سرطان الثدي، بتبقى اكتر نسبتها في سرطان الثدي الالتهابي، يعني المفروض سرطان الثدي الالتهابي يبقى هيرتو بوزيتيف، لكن انا شفت برضو تريبل نيجاتيف كتير. الاي ار والبي ار مفيش حاجه معينه اذا كانوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، مع سرطان الثدي الالتهابي ممكن يطلع كده وممكن يطلع كده. بعد كده بقى طبعا بنحدد بقى مرحله الورم زي ما احنا متفقين وتعلمنا قبل كده كتير من الفيديوهات اللي فاتت كلها،
سواء بقى طبعا لو الورم واصل للجلد زي ما في سرطان الثدي الالتهابي وعامل مشكله، وعامل مشكله في اكثر من ثلث الثدي، دي بنعتبرها تي 4، يعني تي 4 من، يعني عارفين ان احنا زي ما بنقول الورم اقل من 2 سم ولا من 2 ل 5 ولا اكثر من 5 اللي هو تي 1 وتي 2 وتي 3 اللي هي اكثر من 5، بعد كده تي 4 بقى بنقول لو واصل للجلد او واصل للاستراكشرز اللي حوالين الثدي زي اللي هو المسلز العضلات او قطاع الصدر كده يعني. ولكن لو هو وصل طبعا للجلد وعامل الحركه اللي احنا قلنا عليها البودو رانج لا تغير في الجلد باكتر من تلت نسيج الثدي، دي بنعتبرها تي 4. طيب الليمف نودز بقى مصاب ولا لا، بنشوفها طبعا بالاشعاعات او بالرنين او السونار او الماموجرام، وبعد كده بنعمل طبعا بقى الورك اب بتاعنا العادي، نشوف فيه اي ثانويات في اي حته لا، عن طريق الاشعاعات المقطعيه او عن طريق المسح الذري كده او كده. وبقى بالعينه بنعرف الجريد كام، درجه الورم كام، بنعرف الهرمونات الاي ار والبي ار، بنعرف الهير 2، وكده بيبقى معانا ان احنا حددنا مرحله الورم ايه هي، ايه هي بالظبط. طبعا معظم حالات السرطان الثدي الالتهابي بيتم معاها ان احنا بندي نيو ادجفنت كيموثيرابي، يعني بيدي العلاج الكيماوي ما قبل العمليه. ليه؟ لان زي ما قلنا ساعات الاورام السرطان بيبقى واصل للجلد بتاع الثدي، ولو الورم واصل للجلد عامه بيكون في صعوبه في العمليه في البدايه، في الجراح يقول لك الجلد مش هيبقى هيلثي، مش هيبقى طبيعي، فمش هعرف اقفل، مش هعرف اخد فيه غرز، فيقول لنا دايما ان هو ده بيبقى صعب في التحكم فيه لو العينه عشان عملت عمليه الاستئصال. فالاحسن هنا بيكون ان احنا ندي علاج كيماوي ما قبل العمليه. بنحدد طبعا العلاج الكيماوي وهل في موجه ولا لا على حسب نتيجه السباقات المناعيه، ونبدا ناخد الجرعات بتاعتنا، ممكن ناخد نصها ونعمل عمليه، ممكن نخلصها كلها وبعدين نعمل عمليه، ايا كان الموضوع بيمشي ازاي، المهم يكون في استجابة إن شاء الله أثناء ما بناخد العلاج. بعد كده بقى بنكمل كأي نوع أورام عادي على أساس الحاجات اللي طلعلنا، ولكن مجرد إن الموضوع زي ما قلنا إن هو تي 4 أو حجم الورم أو إن هو واصل للجلد واخد من الثدي السكن بتاع الثدي اللي هو الجلد الثدي، ده بيخلينا طبعا عندنا ريسك فاكتور قوي، فبيخلينا إن إحنا زي ما قلنا ناخد علاج ما قبل العملية، وغالبا بنكمل علاج ما قبل بعد العملية كمان. ويخلينا طبعا ان احنا هناخد علاج اشعاعي، لان اي تي 4 بياخد علاج اشعاعي حتى لو عملنا استئصال كامل للثدي. بعد كده بقى بنكمل العلاج الموجه بتاعنا لمده سنه عادي لو مفيش اي انتشار، بنكمل العلاج الهرموني بتاعنا برضو هاي ريسك، بنكمل غالبا لمده 10 سنين لو الوضع لا قدر الله فيه انتشار في اي مكان، فبنعدل خطه العلاج على اساس الانتشار ده، وبنشوف هندي العلاج ازاي من البداية، هل ندي كيماوي وبعدين برضو هرموني، ولا ندي موجه، ولا ندي ايه على حسب التحاليل بتطلع ازاي. ده باختصار موضوع سرطان الثدي الالتهابي، واللي زي ما قلنا مش شائع بدرجة كبيرة ولكنه يعتبر نادر بشكل كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة جايين نتكلم في السريع على الورم من اورام الثدي اللي برضو ناس كتير سالتني عليها وبتقول لي ايه الفرق بينه وبين الورم القنوات. الورم ده اللي هو اسمه لوبيلر كارسينوما، اللي هو اسمه بالعربي الورم الفصيصي او الفصوص، ورم الفصوص. ايه هي الفصوص وايه هو الموضوع الفصوص والقنوات والفرق ما بينهم؟ الثدي، نسيج الثدي بيبقى مصنوع من غدد لبنيه اللي هي بتصنع اللبن، اللي هي الهدف الاساسي من موضوع الثدي. الثدي بيصنع اللبن دي في لوبيولز اللي زي ما تكون مصانع صغيره كده في فصوص، بعد كده الفصوص دي اللبن بيخرج منها ويمشي في القنوات لغايه ما يمشي واحده واحده لغايه ما يوصل للحلمه ويتم عمليه الرضاعه. الورم بيحصل فين او بينشا فين؟ ممكن بالنسبه كبيره قوي اللي هو بينشا في القنوات اللي هو اسمه القنوي، او يوصل في قنوات الغدد اللبنيه دي، وهو ده الاكثر شيوعا اللي هو اسمه انفيزيف داكت كارسينوما. طبعا في منها انفيزيف وفي منها نون انفيزيف، اللي هي اللي هي بتبقى الورم اللي هو الغير غازي، بس احنا دلوقتي النهارده بنتكلم على الانواع الغازيه. فالورم القنوي هو الاكثر شيوعا طبعا، اما الورم الفصيصي اللي بيطلع فيه الفصوص بتاعه الغدد اللبنيه هو اقل شيوعا، بيمثل حوالي تقريبا 10% من اجمالي حالات سرطان الثدي.
اللوبيلر كارسينوما او الورم الفصيلي ده برضو في منه انفيزيف او غازي وفي منه غير غازي. احنا برضو النهارده بنتكلم على الغازي اللي هو اللي بيحتاج طبعا علاج وخطوات تانية للعلاج كأورام الثدي الغازية بصفة عامة، زي اللي هو برضو زي اخوه التاني اللي هو اللي بيجي فيه القنوات اللي هو الدكت كارسينوما. يبقى دلوقتي اللوبيلر كارسينوما ده نوع من انواع اورام الثدي، بيمثل حوالي 10% من انواع اورام الثدي، ومش بيطلع من القنوات ولكن بيطلع من الفصوص نفسها. طب في حاجه بين البنين؟ اه، في حاجه بين البنين اسمها ميكسد تيومر او ميكسد لوبيلر ودكت كارسينوما، ده بيطلع من الدكتس وبيطلع من الفصوص كمان. طيب الكلام ده هيفرق معانا في حاجه؟ يعني بيفرق في شويه نقط، ولكن العلاج او خطوط العلاج العامه هي هي، يعني مش هتفرق مثلا في الجراحه، مش هتفرق في الكيمو ثيرابي، في نوع الكيماوي، في نوع الاشعاعي، في نوع الهرموني، فالموضوع مش هيفرق كتير في الحاجات دي، علاج واحد تقريبا ما بيفرقش كتير. ولكن في شويه نقط فنيه بتخص موضوع اللوبيلر كارسينوما او الورم الفصيصي. الورم الفصيصي من الحاجات اللي الاحتمال ان هو يجي بايلاترال او يجي في الناحيتين في نفس الوقت كبيره، عشان كده دايما لو حتى في ماس او في كتله في الثدي في ناحيه ولما عملت لها في الاستعمال، يعني في بلاد بيبقى فيها ازمات ماليه الناس بتعمل سونار وماموجرام على ناحيه واحده بس، ما بتعملش على الناحيتين. فطبعا في حالات اللوبيلر كارسينوما لازم نعمل على الناحيتين، يعني مثلا لو انا بوفر مثلا فلوس ولا حاجه وعملت اشعه سونار او ماموجرام على ناحيه واحده وبعد الباثولوجي لقيت ان هي لوبيلر كارسينوما، لازم ارجع اعمل على الناحيه التانيه واتاكد ان الناحيه التانيه دي كويسه. في كمان جايد لاينز او توصيات طبيه بتقول ان في حاله اللوبيلر كارسينوما من المفضل ان انا اعمل ام ار اي او اعمل رنين مغناطيسي على الثدي بالصبغه، خاصه لو السيده سنها صغير تحت ال40. فدايما خدوا بالكم ان احتمالات اللي هي يبقى بايلاترال المرض يبقى في الناحيتين مع بعض اكتر مع اللوبيلر كارسينوما او السرطان الفصيصي. تاني حاجه بتميز السرطان الفصيصي برضو حاجه مش كويسه قوي، ان ممكن بيبقى معاها احتماليه كبيره للاصابه بسرطان المعده، للاصابه بسرطان المعده بيبقى معاها حاجه اسمها اي كاتارين ديفيشنسي، وده بروتين بيبقى مسؤول عن تنظيم نمو الخلايا وتكاثرها، بيبقى في مشكله فالخلايا بتتكاثر وبتكبر بدون نظام، فبيبقى الموضوع ده غالبا او مش غالبا في نسبه يعني متوسطه من حالات اللوبيلر كارسينوما او الورم الفصيصي للثدي بيبقى موجود في الديفيشنسي او المشكله بتاعه الاي كاتارين ده، فبيبقى ممكن يبقى مصاحبه بسرطان في المعدة، سرطان في المعدة. طيب برضو اللوبيلر كارسينوما او الورم الفصيصي للثدي عنده قدرة على الانتشار الى المبيض عن طريق ويعمل حاجة اسمها كريكنبرج تيومر او ورم كريكنبرج، ده بيبقى ورم في المبايض، منشأه ميبقاش من المبيض، منشأه ممكن يبقى من الثدي او من الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، ولكن بيبقى اكتر كتير من مع السرطان الفصيصي اللي هو اللوبيلر كارسينوما اكتر كتير من القنوي اللي هو الدكتال كارسينوما. طيب برضو حاجة من الحاجات اللي بتميز اللوبيلر كارسينوما برضو ان الاي ار والبي ار غالبا بيبقوا بوزيتيف، يعني ان الاقي لوبيلر كارسينوما تريبل نيجاتيف قليل جدا، قليل جدا ان انا الاقي تريبل نيجاتيف في حاله لوبيلر كارسينوما، غالبا بيبقى ايجابي المستقبلات الهرمونيه للاستروجين والبروجستيرون على ورم اللوبيلر اللي هو الفصيصي بتبقى ايجابيه، بينما الهيرتو في احيان كتير قوي بتبقى سالبه، يعني الاكثر والاعم ان الاي ار والبي ار بوزيتيف والهيرتو نيجاتيف، ودي طبعا حاجه كويسه بعكس بقى الحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت اللي كانت وحشه نسبيا. لكن بقى كعلاج او كان مثلا هتفرق في نوع الجراحه، لا مش هتفرق، هتفرق في نوع الكيماوي اللي هاخده، دواء احمر وابيض وبعد كده دواء الادويه الثانيه الموجهه، لو هو مثلا هيرتو بوزيتيف هياخد موجه، مع ان انا احتمال بسيط هياخد هرموني، غالبا هياخد هرموني لان قلنا الاي ار والبي ار بيبقوا غالبا ما بيبقوا بوزيتيف، الكي اي بتاعه غالبا برده ما بيبقاش عالي. فدي المميزات او الحاجات اللي انتوا طلبتوه ان احنا نتكلم عنها، الورم الثدي الفصيصي اللي هو لوبيلار كارسينوما، ودي الحاجات اللي بتميزه. وقلنا انه هو ما بيفرقش كتير في خطة العلاج، ولكن في
بتبقى كومون كده وبتتكرر كتير مع اللوبيلر كارسينوما دي اللي احنا حبينا نقولها. نراجع عليهم في السريع كده، قلنا اول حاجه لازم نحاسب ان هو ممكن يجي بايلاترال، يعني ممكن يجي في الناحيتين مع بعض، عشان كده لازم نفحص الثديين. ممكن احتمال بسيط طبعا، يعني مش طبعا مش بخوفكم اقول لكم احتمال ان هو يحصل معايا ورم في المعده او ورم في المبيض اللي هو كراكنبرج تيومر، دي حاجه شائعه؟ لا ده مش شائعه خالص، بتحصل من 1 ل 2% تقريبا من مرضى اللوبيلر كارسينوما. وزي ما قلنا ان اللوبيلر كارسينوما نفسه او الورم الثدي الفصيصي تقريبا بيمثل 10% من حالات اورام الثدي، غالبا بيبقى ايجابي للهرمونات اي ار وبي ار بوزيتيف، غالبا بيبقى سلبي للهير 2 اللي هو اللي مبيبقاش محتاج علاج موجه، وبرده الكي اي بتاعه غالبا ما بيبقى قليل كده. احنا لما في السريع، يلا اشوفكم على خير في حلقه جديده.